ممكن يكون هي اصلا السورس، ممكن يكون هو السورس اوف انفكشن. نيكست ندخل على الانفستيجيشنز. الانفستيجيشنز برضو في الطب عموما يا لاب يا ايميجينج انترفنشن. هنا اللاب هنعمل العيانين ايه، كل العيانين اللي جاي، اي عيان جاي لك بفيفر هنعمل له سي بي سي ويز ديفرنشن، يعني عشان نشوف في نيوتروفيليا زينوفيليا نيوتروبينيا لينفوبينيا لينفوسايتوسيس ولا لا. بنقول النيوتروبينيا ويز فيفر ده ميديكال ايمرجنسي، يبقى العيان ده محتاج هوسبيتاليزيشن، تبدا له فورا برود سبيكترم انتي بايوتكس بعد ما تسحب تو سيتس اوف بلاد فور بلاد كالتشر. لو لقيت فيه ليوكوسايتوسيس يبقى ده معناه في سيجنيفيكانت بكتيريال انفكشن، لكن ده ما يمنعش انه ممكن يكون العيان فيه ليوكوبينيا ويكون فيه سيفير اندرلاين انفكشن. يعني ممكن يحصل ليوكوبينيا ومعاه سيفير اندرلاين بكتيريال انفكشن، اه ممكن يحصل، وخاصه في الالكوهوليك او الالدرلي او الاتش اي في بيشنت او اميون كومبرمايزد بيشنتس، لان الاوفرويلمينج او سيفير انفكشن ممكن بيعمل بون مارو سبريشن. بنطلب الكترولايت ورينال فانكشن للعيان لانه ممكن يكون في اسيدوسيس، والاسيدوسيس ده انديكيتور ان في اندرلاينج سبسيس. نيكست بنطلب الثرومبين تايم وبارشال ثرومبوبلاستين تايم او الكواجوليشن، عشان السيفير انفكشن ممكن يدخل العيان في دي اي سي او ديسيمينيتد انترفاسكولار كواجوليشن. ليفر فانكشن تيست عشان لو انت شاكك في هيباتوبيليري ديزيز، لو انا شاكك في العيان ده معاه اكيوت ابر ابدومينال بين بانكريتايتس يبقى هطلب اللايبيز والاميليز. لو انا لو يو تي اي شاكك فيها هنطلب اليورين اناليسز. لو اي واحده لو في ميل في التشايلد بيرينج بيريود وجالك بفيفر لازم نطلب البريجننس تيست. نيكست الكاليتشرز اهم حاجه فيها البلاد كاليتشر قبل ما تبدا انت اني انتيبايوتيك هتاخد تو سيتس اوف بلاد كاليتشر شود بي درون، وبعد كده لما تطلع نتيجه الكاليتشر ده نبقى ندي هتكون اوريدي بدات انتيبايوتيك. هنا في لما تطلع النتيجه بتاع البلاد كاليتشر لما ندي السبيسيفيك انتيبايوتيك. لو عيان يو تي اي وعملت له يورين اناليسيز لقيت الباسلز بتاعت اوفر كاونت يعني اكتر من 100 بير هاي باور فيلد هتطلب يورين كاليتشر. برضو السبيوتم لو عيان جاي لك بريسبيراتوري تراكت مانيفستيشنز ممكن نعمل سبيوتم كاليتشر. الثروت كاليتشر وكنا بنعملها في حالات الفارنجايتس نيز فارنجل سواب لما كنا بنعملها في الكوفيد 19. نيكست برضو سي اس اف ممكن نعمل برضو اناليسز وكاليتشر العيانين معاهم سي ان اس افكشن او اي عيان جايب ان اكسبلين فيفر. البادي فلويد اناليسز اند كاليتشر يعني مثلا عيان مع اسايتس هاخد اسيتيك فلويد، بلورال افيوجن هاخد من بلورال فلويد اناليسز، او اي فلويد موجود في الجسم او سينوفيال فلويد لو انت شاكك في ارثرايتس سيبتيك ارثرايتس. برضو ستور كاليتشر العيان جايب فيفر ودايريه ومش مستجيب للتريتمنت. بنقول ان ملحوظه consider the skin biopsy in patients who present عيان جاي fever with rash قد يكون السبب اصلا vasculitis وليس infection، يبقى ساعتها هنطلب the skin biopsy هنعمل عرض درماتولوجي ونطلب هو هيطلب the skin biopsy، بس لازم انا احط في دماغي ان fever with rash مش قادر تحدد الراش دي سببها في infection ولا systemic disorder تانية، فانت لو شاكك في vasculitis هنعمل the skin biopsy. Next الايميجينج نطلب chest x-ray يعني في كل العينين BA and lateral view في كل العينين unexplained fever يعني poster anterior ولاترال الاثنين مش poster anterior بس. الابدومن لو انت العيان ده شاكك ان يكون معاه abdominal obstruction fever acute abdominal pain وعايز تشوف في air fluid levels هنعمل x-ray in the upright position. ابدومينال التراساوند والله هو مش كافي ان احنا نشخص بيه لو انت شاكك في انتر ابدومينال ابسس ولا حاجه مش هيبان بالابدومينال التراساوند او هيبان بصعوبه، ساعتها الابدومينال سي تي هيبقى ايديال. نيكست حاجه بنسميها انسيلوري تيست يعني ان هي حاجات اضافيه طبقا لكل حاله والتانية تختلف من واحد للتاني، مش كل عيانين الاكيوت في برايل illnesses او الاكيوت فيبر. السي تي والله طبعا لو انا شاكك في انترا ابدومينال افكشن يكون في ابسس او هيدن ابسس فيها نطلب ابدومينال سي تي. لو انت العيان ده شاكك في حاجه موجوده في البوم مارو يعني زي اللوكيميا او النفومه وهي سبب فيفر تعمل بوم مارو بايوبسي. نيكست التريتمنت
لو انت شاك في ان الاندرلاينج كوز هيكون عباره عن سيفير انفكشن انت شاكك فيه، او العيان ده محتاج كلوز فولو اب، فهنا في الحاله دي يفضل ان العيان ده يكون هوسبيتالايز. انا قلت لكم الالدر والاميونو كومبرومايز بيشنت او اي بيشنت مع اورجان سيستم افكشن دول برضو may require hospital admission. طب ايه هي general measures اللي انا بطلب يعني بعملها للعيان؟ اول حاجه الفلويدز، الفلويدز ده to keep up with increase in sensible losses. انت مع الفيفر ده والسويتنج والحاجات دي بيحصل فلويد لوس، فانت عايز تعوضها فبتدي كل العيانين فلويدز. discontinue medication اللي هي ممكن تكون سبب الفيفر، اصلا ممكن يكون السبب بتاع الفيفر اللي عندك دي دراج فيفر، فانت بتوقف كل الادويه اللي هي بتعتبرها culprit او متهمه ان هي تكون هي السبب في الفيفر، وبتدي انت الادويه بتاعتك فقط الانتي بايريتيك والسيمتوماتيك تريتمنت لحد ما توصل للدايجنوسيس. next الانتي بايريتيك ثيرابي، لا نرجع تاني. ماشي ارجع معلش محسن، خلينا امبيريك انتيبيوتيك ثيرابي. بنقول النون توكسيك بيشنتس اللي هم ستيبل خلاص ممكن ما يدومش انتيبيوتكس ولحد ما اشخص الحاله، لكن عيان فيفر ويز نيتروبينيا او في منينجايتس او كريتيكال ايل بيشنت ده لازم نبدا له الامبيريكال انتيبيوتكس بتديله. الامبيريكال انتيبيوتيك كفريج شود بي narrowed after a source of infection has been identified. والله انت كنت انت اوريدي بدات انتيبيوتيك بس كنت ساحب قبلها بلاد كالتشر وظهرت النتيجه بتاع البلاد كالتشر، ساعتها بتشيل الانتيبيوتيك اللي انت اديته وتدي السبيسيفيك انتيبيوتيك بتاعك. بتقيم الريسبونس بتاع البيشنت ازاي وهو تحت عينيك او في الاوت بيشنت، انت بدا له امبيريكال انتيبيوتيك مثلا وعايز تشوفه بيتحسن ولا لا، بتجيبه بعد 48 ساعه اقل شيء 48 ساعه. هتشوف الجنرال ستاتس بتاع البيشنت بدأ تتحسن ولا لا، اللابراتري بارامترز الليكوسايتوز بدأ يقل ولا لا لو كان موجود معاه، او كان في ليوكوبينيا وبدأ يبقى نورمال وايت بلاد سيلز، ولا كان في ليمفوبينيا بدأ تتحسن، ولا ليمفوسايتوز بدأ يتحسن، كل ده بعد 48 ساعه. ما فيش اي تحسن في الحاجات دي كلها يبقى العيان ده لو انت مش عامله هوسبيتاليزيشن تعمل هوسبيتاليزيشن. لو هو معاك في المستشفى اوريدي بخلاص هننتظر نتيجه الكالتشر اللي انت سحبتها. next هتدي الانتيبايوتيك ثيرابي يعني الاسيت امينوفين، هنديه من 325 ل 650 مللي جرام كل 4 ساعات عشان تدي سيمتوماتيك ريليف، او الايبوبروفين 400 ل 800 مللي جرام افري 8 اورز، والكولد سبونج باثز ماي بي يوسفول. وفي الايفابوريتيف كولينج للناس اللي عندهم الهايبر بيركسي، في الحاله دي بنحط العيان نحطه قدام مروحه كده و يعني نحط كول ووتر عليه والمروحه قدامه شغاله، دي بنسميها ايفابوريتيف كولينج. وفي دلوقتي الكتريك كولينج بلانكس ممكن نشتريها. نيكست دي اللي هي دو اند دو نوت في الفيفر مانجمنت، ده يعني كهو مسج لكم الانتيبيوتيك شود نوت بي بريسكرايبد اثناء during strong suspicion. لو انت شاكك ان ده viral infection ما تبدأش antibiotic. مهم جدا نسحب عينتين blood culture قبل establishment of empirical antibiotic therapy. هتبدأ الانتيبيوتيك for presumed bacterial infection، لكن لازم تعمل adjustment للدوز والduration. طب امتى اوقف الانتيبيوتيك ده او switch لي another antibiotic؟ والله لو بعد 48 ساعة لقيتش اي response للعيان بتاعك ساعتها بتغيره الانتيبيوتيك ده او تدي تزود الدوز للافكتيف دوز. سبورتيف ثيرابي وذ اسيت امينوفين از ادفايزبل. It is important to avoid the indiscriminate use of antibiotic agent with NSAID اللي هو النون ستيرويدال. الكورتيكوسترويدز ار نوت ريكومندد في عيان عنده acute undifferentiated febrile illness، يعني الكورتيكوسترويد ار نوت ريكومندد، وبقولها مره ثانيه عشان كتير من الجنرال براكتيشنرز مش عارف سبب الفيفر يروح مدي الاسترويد، بتكون مسليدنج بالنسبه لنا. طيب نيكست اخر حاجه الاسئله، هتيجي الاسئله طبعا من المحاضره
وبتيجي بالصورة دي. يعني لو احنا قلنا patient presents with manifestation of lupar pneumonia، هنقول what type of fever does he have. زي ما انا قلت لكم هتراجعوا الباترن اوف فيفر هتلاقوا الاجابه كلها اسئله سهله. نيكست، all of the following are red flag sign في prior patient: ultrasensorium, hypothermia, bleeding tendency، كلهم مذكورين لكن ما قلتش الانوركسيا مثلا. نيكست، which of the following infective diseases is relative bradycardia، اللي هي فيبر مع relative bradycardia. قلنا ان في dengue fever، وقلنا ان في يعني enteric fever، وقلنا يعني فاحنا هنا مين من دول معاهم relative bradycardia. احنا قلنا tachycardia، rheumatic fever، myocarditis، والcommon cold. اما اللي معاها bradycardia زي dengue fever، enteric fever، البابيسيوسز، ريكيتسيوسز، الكلاميديا الانفكشن، كل دول معاهم ريليتيف براديكاردي. نيكست، طيب لو البيشنت ديفلوبس دايريا اند ليوكوسايتوز بعد ما بدات له الانتيبيوتيك. اي عيان موجود معاك كان جايب اكيوت في برايد ايلنس ورحت بدات له انتيبيوتيك ومن حظك السيء بدا يظهر بعديها دايريا وابدومينال بين وليوكوسايتوز، هنفكر في ايه؟ هنفكر في الكولستريديويدز ديفيسيل انفكشن، اللي هي كولستريديوم ديفيسيل انفكشن، والاسم بتاعها غيروه السنه دي بخلوه كولستريديويدز ديفيسيل. فالاجابه ايه؟ اللي هي الكولستريديوم ديفيسيل، عشان دي ما قلتهاش اثناء المحاضره. دي مهم جدا، عيان اوت بيشنت او ان بيشنت معاك في المستشفى بدات انتبيوتك بدا يظهر بعدها بيومين يدخل في ابدومينال بين ودايريا وفومتنج وليكوسايتوسز، يبقى هبدا افكر في كولستريديويدز ديفيسيل انفكشن. ده كانت المحاضرة بتاعتنا، وأنا آسف إن أنا سريع لأن أنا مطالب بالوقت اللي أنا أوريدي عديته بسبب الانتربشن اللي حصل في الزوم. فلو في أي أسئلة ببقى يعني ابعتوها لي أو قولوها للدكتور محسن ويبعتها لي ومعاه الرقم بتاعي. لو في أي حاجة أنا معاكم. شكرا دكتور. الشكر لله، بالتوفيق إن شاء الله. طيب يا جماعة، دكتور نادي هيبدأ معانا المحاضرة دلوقتي، بس هنقفل الميتنج ونفتحه تاني عشان يعدي 45 دقيقة من تاني. مش 5 دقايق يا محسن راحة مثلاً؟